البنجان. أي ناكل البنجان؟ راني حتى عمت مناش علاش تسكر يا خنا وليدك علاه ياك صباح بر قلت لك ولا تاكل قصلي اوي انا قلت لك اوي على بالك اليوم حنطيب لك باذنجان ياك تاكل اوي حمود بوعلا اوي غدوة ندير لك مقارو كول كول دنيا حلوة كسكور حلاوة الدنيا والآن اكتشفوا التشكيلة الجديدة لسكور سيفيتال جيزي تقدم لكم جيزي انترنت متوفرة على اللوحات الكمبيوتر والهواتف قائمة أكثر بساطة وأكثر سهولة للاستعمال يمكنكم شراء عروض الانترنت المتوفرة والاطلاع على استهلاكاتكم بكل سهولة ادخلوا بسرعة على internet.jz.dz أو حملوا تطبيق جيزي انترنت على جوجل بلاي جيزي معها تقدر هادي صحفة يقدم لكم هذا البرنامج برعاية سيفيتال جيزي تقدم لكم هذا البرنامج جيزي معها تقدر سيدي فرج كلنا نعرفوا تاريخها وبلي دخل منها الاستعمار الفرنسي بصح ما على بالناش بلي هاد البلاصه تسمات على واحد الولي صالح كان اسمه سيد الفرج سيد الفرج كان متصوف مشهور زايد في غرناطة الاندلسيه الاسلاميه في اول القرن 16 بعد سقوط الاندلس على يد المسيحيين هجر من اسبانيا قطع البحر والصحراء ووصل حتى للساقيه الحمراء الساقيه الحمراء كانت أرض تصوف كبيرة ومنها خرجوا الشرفة والمرابطين جوها بزاف من المهاجرين من الأندلس باش يتعلموا فيها الدين ويأسوا الزوايا كي كمل سيدي فرج تكوينه الديني في الصحراء مشى للشرق حتى للجزائر وين لقى شبه جزيرة صغيرة فيها غير الحواتة والرعاة قعد فيها وعاش غير العبادة تلاوة القرآن الصلاة وذكر الله وهذا كامل في فقر كبير هاد المعيشة البسيطة رجعته معروف والناس بداو يزوروه كاينة حكاية اللي تقول واحد الليلة في الصيف دخل بابور سبانيولي على الشط سيدي فرج كان راقد البرة شافوا قايد السفينة الكابيتان غوش وآمر رجالو باش يحكموه من بعد يبيعوه في الأسواق الأوروبية قلعوا بالبابور ومشاو الليلة كلها بصح في الصباح لقاو رواحهم مازالهم في نفس المكان اتخلع الكابيتان غوش من واش صار وسيدي فرج قال له لو كان تحب تروح لازم عليك تطلقني من الخوف عاودوا رجعوا سيدي فرج لبلاصتو وهربوا بصح غدوة من داك كيف كيف كانوا مازالهم حاصلين مع شط البحر كان سيدي فرج خلى صباطو في البابور الكابيتان غوش من بعد المعجزة هدية طلب من سيدي فرج السماح وعجباته العقلية ديالو جوز وقت معاه حتى تعلم منه الدين ودخل الإسلام قعد القبطان غوش في الجزائر بجانب سيدي فرج وشابوا معاه بعد في طريق الدين والتصوف يقولوا باللي ماتوا في زوج في نفس اليوم ونفس الساعة وبناوا لهم قبة واحدة من بعد الاستعمار الفرنسي دمر هاد القبة وبنى فوقها برج دفاع عسكري بالصح شكون يعرف هاد الحكاية اليوم؟ يا حسره كي تدور في سيدي فرج نعود نحكي لكم على زمان غدوة إن شاء الله براحة وأمان رمضان لكم مزيان قدم لكم هذا البرنامج برعاية جيزي جيزي معها تقدر قدم لكم هذا البرنامج برعاية سيفيتال جيزي تقدم لك العروض الجديدة ميلينيوم راح يكون عندك كلش
مكالمات وأسماس غير محدودة نحو جيزي. رصيد بزاف رصيد، وتقدر تستعمله حتى للمكالمات الدولية. راك حاب انترنت ثاني؟ راح يكون عندك انترنت وبزاف انترنت وقت ما حبيت. مع ميلينيوم ب 1200 دينار عندك كلش. شكل بسرعة إطوال 720 دياس. جيزي معاها تقدر. والآن تذوقوا النكهة المثالية للسكر البني سكورسي فيتال.